هسه عندنا البلود سبلاي اوف ذا برين، يعني الشرايين او التغذيه الدمويه للبرين. الارتريز اوف ذا برين، الشرايين مال البرين. طبعا هنا حنحكي وحتصير عندنا اعاده شو اسمه السلسله ويلس، ف شو كله تقريبا حيكون اعاده. Also is it accounts for only about 2.5% من البادي ويت، ان هو على الرغم من انه الوزن يمثل 2.5 فقط من وزن الجسم. اوكي، the brain receive about 1/6 of the cardiac output and 1/5 of oxygen. ش راح يستقبل الدماغ؟ راح يستقبل سدس من يعني من الكارديك اوتبوت، من الدم اللي يطلع من القلب او تمام، وخمس من الاكسجين الكونسومد باي ذا بودي ات ريست، يعني خمس من الاكسجين اللي ياخذه خلال وقت الراحه. تمام، the brain is supplied by two internal carotid artery and two vertebral artery. احنا قلنا انه الكومن كاروتيد ارتري كاروتيد، اوكي، فهنا ذني اثنيناتهن two internal carotid artery هم اللي راح يغذون الدماغ، وبعد two vertebral artery. the fourth artery is anastomosis on the inferior surface of the brain. ايش راح يسموها؟ circle of Willis. اوكي، يعني هاي احنا قلنا سيركل اوف ويلس وحكينا عليها وشرحناها بمحاضرة. فش اسمه هذول الاربعة اللي هو تو انترنال كاروتيد وتو فيرتبرال كاروتيد راح يسوون انستموسيس ويا بعض، راح تكون روابط بيناتهم كلها راح تتكون لعبارة السيركل اوف ويلس. اوكي، ذا تيرمينال برانش اوف ذا انترنال كاروتيد ارتري، التفرعات مال انترنال كاروتيد ارتري are the anterior and middle cerebral artery. هسه هذا الحكي راح احكي يعني حيكون نفسه اللي شرحته بسلسلة ويلس، فاللي ما حيفهم اللي حقوله خليه يروح للمحاضرة يشوف السلسلة شرحتها كلش بالتفصيل وعدتها وراجعتها وياكم. تمام، فالمنين راح يتكون؟ من anterior and middle cerebral artery. The anterior cerebral artery are connected by anterior communicating artery. يعني الانتيرير ويا two sides مالته راح يرتبط ويا بعض عن طريق الانتيرير communicating artery، كان اللي فوق بوقتها. Near this termination, the internal carotid arteries are joined to the posterior cerebral artery by posterior communicating artery. يعني صار عندي كم ارتباط؟ الانتيرير communicating artery راح يربط الانترنال ويا بعضهم، الانتيرير ويا بعضهم. زين الانتيرير راح ترتبط ويا البوستيرير عن طريق البوستيرير كوميونيكيتنج ارتريز. ذا انتراكرانيال بارتس اوف ذا فيرتبرال ارتريز، الانتراكرانيال بارت يعني داخل الجمجمه اوف ذا فيرتبرال ارتريز، يونس ذا كودال بوردر اوف ذا بونز، راح تتحد ويا البونز تو فورم ذا بازلر ارتري، وموجود همين بالسلسله حيكون لي البازلر ارتري. اتس اندز باي ديفايد انتو بوستيرير سيريبرال ارتري، هذا راح ينتهي بتفرعين اللي هي posterior cerebral arteries. زين هسه the veins of the brain، الأوردة مال البرين. The vein of the brain have no muscular tissue، ما راح تحتوي لي على muscular tissue يعني أنسجة عضلية. اوكي، in their thin walls، راح تكون الجدران مالتها رقيقة، أفرق بينها وبين هاي وينها؟ اي بين الفينس بلود سينسز. تمام، and they possess no valves، ما راح تحتوي على صمامات. venous drainage from the brain occur via cerebral and cerebellar vein. شو راح تصير التصريف اللمفاوي؟ راح يصير عن طريق السيربرال والسيربيلر فينس، مهم هاي. that drains into the adjacent dural venous sinuses. احنا ايش قلنا؟ الفينوس سينسز راح تاخذ الدم او التصريف اللمفاوي، العفو التصريف الدم من الفين، مو اللمفاوي، من الفين، راح تاخذه من المناطق القريبه الها. فهاي وين راح تصب؟ راح تصب بالفينوس القريبه الها، يعني وحده يعني هاي الفينوس سينسز راح تاخذ الفين من المناطق القريبه الها
كذلك الفين ما راح تصب إلا بالسينسز القريبة إلها وهكذا. The greater cerebral vein is formed by the union of two internal cerebral veins. Okay, and drainage into the straight sinuses. راح تصب بالstraight sinuses لأن هي راح تكون قريبة عليها. وهنا هذا الرسم طلعوا عليه كل شيء فيكم. الجهازات cranial meninges اللي دقينا ولطمنا عليها وقلنا إنه الدماغ راح يتكون من ثلاث طبقات اللي هي راح يسميها meninges السحايا اللي هي الديورا. الديورا ماتر والأركنويد ماتر والبيا ماتر. الكرينال مننجيز the brain and spinal cord راح يكون محاط surrounded by three membranous connective tissue layers. راح يحيط بثلاث طبقات من الكونكتيف تيشو. اوكي ايش راح اسميها المننجيز يعني مو بس الدماغ spinal cord يعني central nervous system. The cranial meninges protects the brain هي وظيفتها تحمي الدماغ from the supporting framework العفو form the supporting framework راح تشكل لي فد اطار داعم for blood vessels and venous sinuses يعني راح تحمي لي blood vessels والvenous sinuses لان هي مغطية الدماغ فراح تمثل لي حماية الى او مثل الدرع راح تكون الى and enclosed the subarachnoid space filled fluid filled cavity احنا جينا subarachnoid space راح ينملي بالسائل النخاعي full fluid filled cavity which is vital to normal function راح تخليه يكون بوظيفته الطبيعية of the brain the three layer هذولي the dura mater راح تكون طبقة خشنة tough و thick external fibrous layer اللي فيه خارجية سميكة وخشنة that is richly innervated by sensory nerve fibers راح تكون عندها تغذية عصبية كلش هواي. The cranial dura is طبعا كلش مهمة مهمة كلش. The cranial dura is distinguished from the spinal dura يعني باعوا أنا عندي ال cranial meninges السحايا اللي تغطي الدماغ واللي تغطي spinal cord فأكو فرق بين السحايا اللي تغطي الدماغ والسحايا اللي تغطي spinal cord فراح أقدر أميز السحايا أو الديورا ماتر اللي تغطي لي البرين from the spinal dura by two layers بواسطة طبقتين by its two layers okay بواسطة طبقات مالتها. The outer periosteal layer is attached to the inner aspect of the cranium. هاي شنو هاي outer periosteal layer يعني هي هاي شنو راح تكون periosteal يعني راح تحيط بالعظم فهي راح تكون inner aspect of the cranium. Okay, هاي مني هاي outer surface. The inner meningeal layer is closely connected with underlying arachnoid matter. من اسمها inner يعني راح تكون بداخل المننجيال. The inner layers, المننجيال layers اللي هي راح تتصل بالطبقة اللي جواها الأركنويد. ففهمتوا شون دا أقصد يعني البريوستيال layer راح تكون قريبة على عظام الكرانيال لأن هي من اسمها البريوستيال الموجود سمحاق العظم. زين المننجيال أكيد راح تكون عندنا طبقة المننجيز اللي هي الأركنويد ماتر. زين الأركنويد ماتر يعني هسه هنا أنا قدرت أفرق بين الكرانيال ديورا عن السباينال ديورا عن طريق هاي الطبقتين. أوكي الأركنويد ماتر راح تكون thin intermediate avascular layer. avascular قلنا إنه الأ معناتها non vascular يعني ما تحتوي على تغذية دموية فهي راح تكون خفيفة ووسطية وما تحتوي لي يعني راح تكون avascular layer directly beneath the dural surface راح تكون تحت الديورال سيرفس يعني هي الديورا قبل راح تجي جواها الأركنويد. It is separated from the dura by potential space راح يسموه sub dural space يعني بقى هاي الديورال وهاي الأركنويد وهاي البيا. اوكي هذا الفراغ اللي راح يفصل لي الأركنويد خليني اكتب هنا أركنويد هاي الديورا هاي البيا فالديورا راح تنفصل عن الأركنويد عن هذا الفراغ اللي شو اسميه سب ديورال سبيس لان هو شنو وين صاير جوا الديورا فاقول انه هو ينفصل عن الأركنويد عن طريق السب أركنويد سبيس. زين the space between the arachnoid and underlying pia mater
هذا السبيس الموجود هنا شو راح اسميه؟ راح اسميه سوبرا اركنويد، العفو سب اركنويد سبيس. يعني شنو؟ يعني صاير جوا الاركنويد. او شو اقدر اقول؟ هو ما كاتب هنا، بس انا شنو راح اقدر اقول؟ اقول سوبرا بيا ماتر، يعني راح يصير الفراغ اللي فوق البيا ماتر، بس هو انه دا يمشي على السب انه تحت، فالفراغ اللي بين الجورا والاركنويد اسميه سب جورا، والفراغ اللي بين الاركنويد والبيا راح اسميه سب اركنويد سبيس. فاذا تذكرون قلنا السب اركنويد سبيس هذا الفراغ راح يحتوي على السي اس اف which paths and protects the central nervous system اللي هي راح تكون وظيفته حماية الجهاز العصبي المركزي. زين البيا ماتر delicate internal vasculated layer راح انه راح تحتوي لي على تعصيب، العفو على vasculated يعني مو avascular، لا راح تكون بها أوعية دموية of connective tissue that intermittently involves the brain and the spinal cord. اوكي هنا عندي الديورال نيرفس سبلاي، النيرف اللي راح تغذي لي الديورال برانشت اوف ذا تريجمينال نيرف، هاي اول وحده، البرانشات مال التريجمينال والفيغاس والفيرست 3 سيرفايكال نيرفز، الفقرات الاول ثلاثه سي 1 والسي 2 والسي 3 هاي ثلاثه. زين and branch from the sympathetic system passes to the dura، هاي رقم أربعة. A portion of dura in the posterior cranial fossa also may receive some innervation from the glossopharyngeal nerve، هاي رقم أربعة، العفو خمسة. تقدرون أنتم تحفظون يعني بس اللي راح أشره، يعني إنه التغذية العصبية راح تكون من glossopharyngeal nerve، راح تكون من الفروع مال الترايجمينال والفيغاس والفيرست 3 سيرفايكال لايرز والسمبثاتيك سيستم بعد والهايبوغلوسال نيرف. اوكي ذا اركنويد اند بيا ماتر لاك سنسوري انرفيشن، يعني الانرفيشن راح تكون فقط للديورال، راح تفتقدها الطبقه الثانيه والثالثه. زين الديورال ارتري سبلاي، التغذيه اللي راح تروح للديورا numerous arteries supply the dura mater، راح هواية الارتريز راح تغذي لي الديورا ماتر from the internal carotid والماكزيلاري والاسندنج فارنجيال والاوكسيبيتال والفيرتبرال ارتريز. يعني هسه هاي شنو؟ هاي الارتري اللي راح تغذي، فرقوا هنا الاعصاب شوي يعني راد لنا نحفظ، هنا الاعصاب trigeminal الفيغاس first three layer sympathetic system glossopharyngeal hypoglossal. اوكي هذني شنو الاعصاب اللي تغذي لي الديورال. زين شنو هنا؟ هاي الشرايين اللي تغذي لي الديورال اللي هي الانترنال كاروتيد ماكسيلاري اسندنج فارنجيال اوكسيبيتال والفيرتبرال ارتريز. زين from a clinical standpoint the most important is in the middle meningeal artery، راح تكون أكثر أهمية هي middle meningeal artery which is commonly damaged in head injuries، راح تكون هي الأكثر عرضة للإصابة أو الأكثر انتشارا للإصابة بالرأس. أوكي زين dural venous sinuses، هسه أخذنا النيرف والآرتري، هسه شنو؟ هسه الفينوس الفينات. The meningeal veins، وين تقع المeningeal veins؟ lie in the endosteal layer of the dural endosteal layer of the dura، يعني تكون جواها اوكي او داخلها. The middle meningeal vein follows the branch of the middle meningeal artery، يعني هنا ايش ده يقصد؟ انا مو عندي middle meningeal artery راح يغذي لي هذا middle meningeal artery، اهم واحد بيهم اللي راح يغذي لي حيكون كارتري يغذي لي الديورال، راح يكون ويا الميدل منينجيال فين، يعني راح يكون اخوه المرافق له. اوكي اند درينج انتو ذا تيريجويد فينوس بلكسز، يعني هنا دا يقول انه انا عندي فين بس الفين وين يصب؟ راح يصب بالتيريجويد فينوس بلكسز اور ذا سفينو بارايتال ساينسز، يعني اما يصب هاي او يصب بهاي، اما يصب بساينسز او يصب بلكسز، اما يصب بجيب او يصب بضفيره.
هسه عندنا الكلينيكال فوكس، الملاحظات السريرية أو إنه التركيز السريري، إنه أكثر شيء شنو اللي راح يصير إصابات بالدماغ. أوكي، النيومرال سنسوري اندينج ار ان ذا ديورا، راح تكون هو عندي نهايات عصبية بطبقة الديورا. ذا ديورا از سنسيتيف تو ستريتشينج، راح تكون حساسة للتمدد، which produce the sensation of of headache، اللي راح ينتج لي الإحساس بالصداع. يعني هنا راح يقوم راسي يوجعني، فراح يكون السبب إنه الديورة راح يصير بها تمدد، والديورة هي راح يصير بها النهايات العصبية، فكل الألم مال وجع راس راح يكون بسبب هذا الشيء. زين، المننجيتيز it is a serious condition defined as inflammation of the arachnoid and pia mater، انه هي راح تعرف انه هي حاله خطره. وين راح يصير الالتهاب؟ serious condition راح تكون حاله خطره. راح يصير الالتهاب بالضبط وين؟ هنا بالمننجيتيز، بالاركنويد والبيا ماتر. ركزوا بالاركنويد والبيا ماتر، لان راح ناخذ هسه كل حاله وين راح تصير بها طبقه. فالمننجيتيز راح تصير بالاركنويد والبيا، راح يصير التهاب. It result from the bacterial or viral infections، راح تكون نتيجة التهابات فيروسية بكتيرية. drug reactions and systemic diseases، ممكن انه راح تكون بالامراض الجهازية او بالاجهزة الدورانية. اوكي زين، هنا الابيديورال هيماتوماس. اوكي، هاي من اسمها ابيديورال، ابي يعني راح تكون جوا الديورال. فهي it is collection of arterial blood، راح تكون عبارة عن مجموعة من الارتريال blood او تجمع شرياني راح يكون هنا between the periosteal dural dura and bony cranial. يعني شنو راح يصير بين الديورا؟ احنا مو عندنا ديورا واركنويد وبيا وهاي الجمجمة اللي راح تحيط بيهم. اوكي، فهي راح تصير هاي التجمع الشرياني الدموي راح يصير بين الديورا وبين البوني كرانيوم، يعني عظام الجمجمة، يعني راح تصير هيك اللي فوق. اوكي زين، السب هاي احنا قلنا الابيديورال يعني صار فوق الديورال. زين، السب ديورال يعني هسه راح تصير وين؟ جوا الديورال. سب ديورال هيماتوماس it is collection of venous blood، هنا انا صار هنا عندي تجمع دموي شرياني، هنا ايش راح يصير عندي؟ تجمع دموي وريدي. ركزوا between the meningeal dura، راح يصير بين الديورال and arachnoid matter. باعوا هو صاير يعني هو صاير سب الديورال، يعني هي باعوا من اسمها. انا جيت هنا الابيديورال فوق الديورال، فمنو صاير فوق الديورال؟ الكرانيوم، فهي صايره بين الديورال والكرانيوم. زين، سب ديورال صايره جوا الديورال، اذا هي راح تصير بين الديورال والطبقه جواها اللي هي الاركنويد. زين، هنا سب اركنويد يعني صايره جوا الاركنويد، يعني وين راح يصير التجمع؟ راح يصير بين الاركنويد والبيا، هيك يحفظوا. فسب اركنويد اوكي، هنا شنو؟ هيماروهج، فراح يكون هو كولكشن من الارتريال بلاد، وين بالضبط؟ بين الاركنويد والبيا ماتر. زين، هنا الترانزنس اسكيميا اتاك، راح تكون ان النوبه راح تكون عندي نوبه قلب. شلون اوصف لكم اياها؟ يعني شلون الجلطه هيجي، فهمتوا؟ فهسه نجي نشرحها. it is temporary interruptions، راح تكون عباره عن هي of focal brain circulation، راح تكون انقطاع مؤقت للدوره الدمويه بالدماغ، يعني مو دوم، راح يكون مؤقت. ركزوا لي على هاي الحكايه كلش زين، مؤقت ذات لاست ليس ذان 24 ساعه، راح تستمر اقل من 24 ساعه، يعني هي يعني مؤقته. ذا موست كومن كيسز از امبلوك ديزيز ويتش از تيمبرالي امبلوك فيزلز، راح تكون هي بسببها راح تكون عندي الامبلوك ديزيز، هاي مرض معين، فهو بسبب راح يتكون هذا المرض، بسبب هذا الانقطاع المؤقت للدورة الدموية راح يتكون عندي هذا المرض، وهو راح يكون فتشي مؤقت يعني بالفيزلز، يعني راح الفيزلز الأوعية الدموية راح تنسد بصورة مؤقتة،
بحيث ما راح يوصل لي دم كافي للدماغ. تمام. زين الستروك السكتة الدماغية cerebrovascular accident راح تكون هي حوادث دماغية وعائية CVA or stroke is localized brain injury that lasts more than 24 ساعة. انه هي سكتة دماغية اوكي راح تدوم اطول من 24 ساعة، يعني مو مثل ذيش راح تكون مؤقتة، لا هاي راح تكون يعني فوق ال 24 ساعة. فهنا راح تكون عندي ستروك راح تمثل لي بنوعين اللي هي الاسكيميا راح تكون 80% والهيموراجيك اوكي. فالاسكيميا اللي هي انفراكشنز وذ ثرمبوتيك والاورال امبلوك شو راح تمثل لي؟ انه هي راح يصير بيها تخثر اوكي او امبلوك، يعني شلون اوصف لكم اياها، انه تخثر بالاوعيه اوكي، هاي يسموها الاسكيميا. زين الهيموراجيك occur when the cerebral vessels weakness and ruptures. يعني شنو؟ يعني الأوعية الدموية الدماغية من راح يصير بها ضعف، فضعف كلش قوي أوكي، أو إنه تتمزق، يعني خلال مش الدم بها إنه تتمزق، فراح يصير عندي الهيموراجيك أوكي.